انا ابويا مات ما لحقتش اشبع منه. ما لحقتش اشبع منه، كان نفسي ارجع صغير تاني علشان اعيش معاه. كلمات مؤثرة وصف بيها الفنان أحمد حلمي علاقته بوالده قبل رحيله وفترة معاناته ومرضه، وإزاي رغم كل الألم كان راضي وكان مصدر طاقة إيجابية لي. الفنان أحمد حلمي خلال لقائه مع أنس اتكلم لأول مرة عن علاقته بوالده باستفاضة وقال: أنا كتبت إهداء لوالدي في الكتاب الوحيد اللي عملته وقلت له فيه: أبي هل تراني كما أراك دوما في منامي؟ هو زي الشجرة اللي ماتت لكن جذوره جوايا، هو بيصعب عليا لأنه تعب، وهو كان أكتر شخص صانع أمل في حياتي بسبب معاناته، وإن مفيش حاجة اسمها مستحيل، وإن وجود ربنا جوا الإنسان مهم لأن كان معتدل ووسطي وبيحب ربنا جدا. ربنا كان بيحبه وعمري ما شفته غير راضي، ولما فلوسه راحت حد جاب له هدية، ومش عايز أقول رشوة لكن هو طرده بالأدب. لما سألته قال إن الشخص ده ليه مصلحة في الشغل وعايز يمشيها له. هو ما تأثرش لما فلوسه راحت، عمل عملية قلب مفتوح وخرج منها بأثر جانبي زي الزغطة، فضل بيها 12 سنة ما كانش بيقدر يكمل جملة من غيرها، وده شيء مؤلم، وما كانش بيتعصب وكان بيقوم بطلبات بيته، وإحنا لو مش نايمين كويس بنبقى متعصبين، وبعد كده جاله السرطان. بعد ما مات أنا اكتشفت أنه كان بيعمل خير كتير وما كانش أي لحد عليها غير أخوه. أنا ما لحقتش أشبع منه علشان كان نفسي أرجع صغير وعيش معاه. أنا فاكر مرة وهو في العناية وكنت لوحدي وهو فاق وشاور لي بصباعه في إشارة لربنا، ومرة عمل عملية قلب مفتوح كان المفروض العملية تستمر 6 ساعات لكن خرج بعد 3 ساعات وخرج كويس، لكن هو توفى بسبب السرطان. أنا بحلم بيه كتير وببقى عارف إن معظمها رسايل ومش من عقلي الباطن، لأن قبلها ما كنتش بفكر فيه، لكن بحلم بيه فجأة وفي أحلام كان بيزعقلي فيها، ولما سألت حد بيفهم في الأحلام كان بيطلع التفسير عكس ما كنت أنا متخيل، وببقى سعيد لما بشوفه في الحلم. والدي كان مشاهد أكتر من إنه متكلم، حسيت بفضله عليا وفي صفاتي وتكويني، وكان عندنا حرية، ده كون شخصيتنا كلنا وما كانش في شكل تقليدي للتربية، وبقينا مسؤولين وبنحب بعض. أنا أبويا مات ما لحقتش أشبع منه.